بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتعلم فيه شويه نصايح كده على الماشي، يا رب تستفيدوا منها. وقولوا لي برضو في التعليقات لو لكم راي في اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها. اول نصيحه، لو انت هتشتري هدوم جديده او اشتريتي فعلا هدوم جديده للاولاد او للزوج او لاي حد، يا ريت ننقعها في خل مركز لمدة 24 ساعة، بعد كده بنشطفها ونستعملها عادي. بعد ما نلبسها بقى وتمام ونيجي نغسلها أول مرة، برضو نغسلها لوحدها. ليه؟ لأن برضو في هدوم بتبقى الصبغة بتاعتها مش ثابتة، يعني بتفضل لآخر وقت تنزل لون وتنزل حاجات من بتاعتها. فبدل ما تبوظ لنا كل الغسيل، يا ريت نغسلها لوحدها. تمام، دي اول نصيحه. تاني نصيحه، لما تيجي تخزني السجاد بتاعك، في ناس بتحب قوي يعني تخلي سجاد للصيف خفيف وسجاد للشتاء تقيل، المهم انها بتخزن سجاد. السجاد ده لو عايزه تحافظي عليه من الحشرات ومن العته والكلام ده، يا ريت تحطي معاه حبوب فلفل اسمر، حبوب يعني حبوب كامله مش مطحون، حبوب كامله فلفل اسمر، دي بتبعد اي حشرات او اي عتة او اي حاجة، وان شاء الله تحافظي بيها على السجاد بتاعك. تالت نصيحة، افضل معاد لشراء السمنة البلدي، في ناس بتحب تشتريها بالسنة، افضل معاد هو شهر طوبة اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده. تمام، لانه هو ده الشهر بتاع البرسيم، يعني البرسيم بيبقى متوفر للمواشي، فبالتالي اللبن بتاعهم بيبقى دسم وحلو جدا. لكن لو عايزه تعملي سمنه في البيت هقولك بعد شويه على الطريقه تبقى ازاي. رابع نصيحه، لو الالومنيوم بتاعك يعني الحلل او اي اواني الومنيوم اتغير لونها، ممكن قوي تفركيها برده وبعد كده تغسليها بصابون وبالطريقه العاديه. لكن انا في الحته دي بحب قوي اقول على النصيحه اللي قلتها كتير، بس عشان بحبكم وخايفة عليكم، أنا عايزة أقول إن الألمونيوم لو اتغسل بصابون سائل وسلك ألمونيا، لازم نغسله بصابون عادي بعدها، يعني بالليفة من غير سلك خالص، نشطف الليفة كويس أو نشطف الاسبونشة بتاعتنا اللي بنغسل بيها ونصبنها بصابون بلدي عادي، وبعدين نغسل بيها الحاجة الألمونيوم دي. ساعتها بنفسكم هتشوفوا الرغوة قد إيه سودة، ولو ما عملتوش كده اتكي بصبعك كده على الألومنيوم، هتلاقي صبعك فيه سواد وهباب اسود. كل ده طبعا ممكن يجي في الاكل لو ان احنا ما غسلناهاش بصابون عادي بعد السلك. تمام، ربنا يحافظ عليكم وعلى صحتكم يا رب. خامس نصيحة، لما تحبي تطبخي بقوليات فاصوليا او لوبيا او اي بقوليات او فول او كلام من ده، لازم ننقعها قبلها بيوم بالليل ليلة كاملة في مية، طبعا بعد ما ننقيها ونغسلها، علشان ده بيخلي مدة الطبخ بتاعتها على النار تبقى قليلة جدا، فمش هتاخدي غاز كتير، مش هتقفي كتير، مش هتاخدي وقت في طبخ البقوليات. النصيحة رقم ستة، يا ريت، هي دي بقى اللي هقولك ازاي تعملي بيها السمن البلدي في البيت. لما تجيبي لبن، طبعا كلنا بنجيب لبن يوميا، حتى لو مش يوميا، المهم هاتي 2 كيلو واغليهم وخليهم يبردوا، وبعدين خليهم في التلاجة. تاني يوم خدي القشطة بتاعتهم وحطيها في علبة، المرة اللي بعدها يعني استعملي 2 كيلو لبن عادي، بقى لما يخلصوا هاتي برضو 2 كيلو، المهم تحوشي القشطة دي في علبة في التلاجة في الفريزر آخر الشهر، حطيها على النار في حلة على نار واطية قوي، يعني حطي طبعا تطلعيها من قبلها بيوم من الفريزر علشان ما تبقاش جامدة قوي، من قبلها بيوم بالليل طلعيها وخليها كده في جو المطبخ العادي، حطيها على النار، هتلاقيها بعد شوية طبعا النار واطية، وتقلبي لغاية ما تبقى صافية خالص وشفافة، هي دي السمنة البلدي الأصلية، هتلاقي ريحتها حلوة جدا. وعلى فكرة ده من يعني المفروض من كلام الدكتور، يعني
ان هي ما بتأذيش ابدا الصحة زي السمنات التانية خالص خالص، يعني ما بتتعبش المعدة ولا القولون ولا اي حاجة، تمام. وبكده هتوفري تمن سمنة بلدي. كمان المرتة اللي بتطلع منها بتنفع جدا في اكلات كتيرة جدا، بتزود الكمية وبتديها قيمة غذائية، مثلا جبنة قديمة، مثلا محشي، مثلا اي حاجة ممكن تحطيها، ممكن تعمليها سندوتشات كده، ممكن سندوتشات وعليها بطاطس محمرة، طعمها جميل جدا وقيمة غذائية عالية جدا، لان دي بروتين اللبن، تمام. طيب النصيحة اللي بعد كده، اشتري التوابل كاملة وبعدين حمصيها وطحنيها، اوعي تشتريها من العطار مطحونة جاهزة، طبعا ممكن تكون معرضة لتراب، ممكن تكون معرضة لأي تلوث. ما أنا بصراحة مش بطمن غير لما أشتري التوابل كاملة وأطحنها بإيدي، كمان هتبقى ليها ريحة حلوة جدا. واشتري كمية على قد الشهر وبعد كده اشتري تاني علشان تبقى ريحتها لسه طازة فيها، ولو زادت عندك كمية حطيها في التلاجة في علبة كده، كل الأكياس اللي هي فيها بهارات في علبة في التلاجة، منعا للتلوث ومنعا للتسوس، تمام، خصوصا لو الحرارة علت ودخلنا في الصيف، تمام. طيب النصيحة رقم 8، في خلطة كده أنا بنظف بيها السيراميك بتاع المطبخ، وخصوصا خصوصا لو إنك بتغلي حاجة على النار، هتلاقي سيراميك المطبخ ده الدهون اللي فيه سايحة وسهل جدا تنظيفها. الخلطة عبارة عن خل وملح ليمون وكربوناته ومية وصابون سائل بكميات متساوية، طبعا المية بتبقى أكتر شوية، لو حبيتي تركزيها أكتر حطي المية أقل، لكن مهم جدا إن هي الخلطة دي تكون جو المطبخ فيه بخار. لو أنت مش يعني مضطرة تنضفي وما عندكيش حاجة بتطبخ على النار، سخني حلة مية على النار، هتلاقي الدهون دي سهلة جدا في التنظيف. ممكن قوي المساحة تربطي فيها سلك ألمونيوم بأستك كده أو بأي حاجة وتنظفي بيها، هيبقى الموضوع سهل جدا ولا هينزل مية كتير ولا أي حاجة، تمام. طيب النصيحة رقم 9، الخلطة بتاع تنظيف الحمام هي صابون سايل ومية وديتول، هتنظف جدا وهتدي ريحة حلوة وهتدي تعقيم، تمام. النصيحة رقم 10، فوط المطبخ ياريت ياريت تتغسل كل يوم بالليل بعد ما نخلص خالص المطبخ وقبل ما ننام، علشان ما تعملش ريحة وحشة وما تكونش بكتيريا، وممكن البكتيريا دي لما حد يمسك أي فوطة تتنقل لإيديه لا قدر الله. فياريت تتغسل كل يوم وتحط عليها شوية خل علشان تنضف وتبقى معقمة. رقم 11، وبالنسبة لفوط المطبخ، معلش، بالنسبة لفوط المطبخ ياريت نخلي فوطة لمسح الإيدين، تنشيف الإيدين يعني، وفوطة تانية للبوتاجاز، وفوطة تالتة لمسك الحلل أو لمسك أي حاجة، تمام؟ يعني مش كل حاجة نعمل بيها كل حاجة، ما ينفعش. رقم 11، خلي شبشب معين أعزكم الله، يعني شبشب معين للمطبخ لو أنت مش فرشاه سجادة أو مكتة أو أي حاجة، علشان الشبشب ده تشتريه يكون مش بيتزحلق، يعني مش بينزلق كده، مش يزحلقك وانت ماشية في المطبخ، علشان منعا للحوادث لا قدر الله. ربنا يحافظ عليكم ويحميكم كلكم. دي كانت النصايح بتاعتي بتاعت النهاردة، وبحبكم جدا، وأتمنى تقولولي تعليقاتكم اللي بتفرحني جدا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.